انت ولد معهد الصحافه وعلوم الاخبار، لكن انت لسقى فيك لسنوات علامه تيليبوبيل. امين رائد التيليبوبيل في تونس، رائد الرداءه الابتذال. انت اول من جاب لنا الرداءه للتلفزه. مش صحيح. على شكون تلمذت؟ سابقيني برشا فيها، ومعناتها وفما شكون مازال، معناتها فما شكون مازال يعمل فيها، معناتها مانيش الاولاني ومانيش الاخراني. هل كنت مجبر انك تعمل الرداءه؟ لا ما كنتش مجبر معتها. لكن معناتها انت تسمي فيها رداءه، انا نعتبرها مراجعات معناتها عملتها. كل وقت ياخذ وقته، كل بيريود تاخذ وقتها. يلزمك باش تعرف الباهي يلزمك تجرب الخايب، ونعتبره انا اليوم معناتها في اطار مراجعات، دونك تجاوزت حاجات كنت نعمل فيها، كان تجيب في نتائج وقتها. اليوم ريت انه من المستحسن اللي كان تحب كاريرك تكون تمتد على 10 ولا 15 سنه، لازم تقدم مشاهدين معناتها حاجه ونمط اخر من انواع التلفزه، وهذا اللي عملته. اليوم الشعرات البيض اللي راه فيهم في لحيتك وعلى شعرك هما اللي خلاوك تراجع روحك؟ وي معناتها اون كيلكو سورت اي، معناتها راه في روحي فما حاجات كبرت عليهم. ولدي اليوم معناتها تبارك الله وبنتي يقراوا في المكتب، وغدوه الصباح معناتها باش نقولوا معناتها ربوك تفرجنا فيه البارح، امي وبابا كيف كيف، دونك وريزمون ما قعدتش برشا، معناتها كانت جوست معناتها عامين هكا، وما تعتبرها تيليبوبيل، نعتبرها نوع من انواع التلفزه، تجربه من التجارب، ومشيت على روحها كيما اي تجربه معناتها تصير مع اي عبد. كانوا معك دي كرونيكور، وجبت دي كرونيكور، صنعت دي كرونيكور لليوم. لي كرونيكور هذوما ولاو نجوم، ولاو نجوم بالمعنى ساعات الخايب، يتسبوا. قديش ساهمت انك تطلعهم الناس هذوما وتجيبهم للتلفزه والاعلام؟ باش الامور واضحه، ساعه فما عباد نكره جبتهم اي، مانيش عامل عليهم زي، خاطر هما خدموا زاد على رواحهم. فما عباد خدمه؟ بيان سور خدمه، معناتها بيان سور خدمه. كان انت تصنع ان بروفيل اللي الناس كل تحكي عليه ولا مازال تتبع فيه لليوم، دونك وهو يكون يجلب الانتباه، معناتها خدمة، معناتها شكون حاجة أخرى. هما فيك ولا أنت طلبت منهم باش يكونوا فيك؟ فما شكون فيك بطبيعته، فما شكون معناتها ما قصرش، فما شكون من عند ربي هو فيك، دونك ما كنتش نجم ننصحوا برشا معناتها. وفما شكون معناتها لي سيتي أن بيرسوناج، معناتها فما هكا وفما هكا، هما في جميع الحالات هما كانوا دي بيرسوناج أنا نعتبر فيهم. هما طلعوك ولا أنت طلعتهم؟ معناتها نعتبر نوع من السذاجة. اليوم كان كرونيكور يطلع أنيماتور هشام قدوش، سمعته وشفته؟ بالله سامحني هذه دقيقة، أنا مع احترامي لهشام قدوش في عمر يحيى ولدي صغير. لا أكبر من يحيى. أكبر شوية من يحيى. برشا. عمره مرتين قد يحيى، أنه ماشي باش نجاوب عليه. عندي قد عمره هو، أنا خادم تلفزة وراديو. شو اللي خلى هشام يقول أنه بعض من الكرونيكور هما اللي صنعوك وهما اللي طلعوك، ولولاهم لما كنت أنت ناجح؟ نجم سكون يكون صحاب مع العباد اللي قالوا الكلام هذا تو سامبلومون. تاك يكبر هو بيدو يبدل رايه. معناتها كي يكبر طيب يفهم الدنيا، خاطر مازال صغير. تعرفوا هشام؟ اي كان ينجم يكون عنده روبريك معايا في واحده من برامج التلفزيه، لكن ما كتبش المكتوب. رد فعل. يكون قال هكاك، نجم يكون ردة فعل، ما عرفش. كرسي الانيماتور اللي معاه دي كرونيكور. انت ديكتاتور. طرد، دخل، جيب. تخرج ناس يخدموا معاك، ما عندكش وفاء للناس اللي خدمت معاك. مش صحيح. هاجر. مش صحيح. هاجر، رابع السافي، احلم الفقيه. كي جبتهم انت قالوا لك حاجه عكس الكلام اللي نحكي فيه هنا توا؟ لا. لكن عندي اسبابي نفسرها لهم، نحكي معاهم، نعلمهم ونتعداو لحاجه اخرى، معناتها بالعكس. سيتيت اون اكسبيريونس باهية مع رابعة ومع أحلام الفقي ومع هجر دريس ومع لي كرونيكور اللي خدمت معاهم الكل، ولست نكرا للجميل. طارق بعلوش خرج من البرنامج وقال أنا خرجت لأن نحب نكبر. مقيد، ما يكتبوليش، ما يطوروليش. شو هذا معناتها موضوع ياسر معناتها غودوندون، ولا بالنسبة لي أنا، وباش نجاوب فيه آخر مرة.
ما عادش باش نحكي فيه الموضوع هذا بكل. معناتها هذا الميساج لطارق اللي بيناتي انا وياك ما نحكيوش عليه في التلفزه ولا في راديو ولا في حتى بلاصه. معناتها انا نستنى منك في تفسيرات حتى لتوا ما زلت ما قلتهاش، يمكن غضتني خاطر منطلق الصحبه اللي كان بيناتنا قبل كل شيء. لكن هو قلب شيء يحب يكبر. من كل قلبي نتمنى لطارق انه يولي اكبر بارشا من اللي كان فيه. وسي ان سوي والله بالقلب الابيض وبالقلب الكبير. لما خرج من البرنامج شفته كبر؟ معناتها بينه وبين روحه يعرف فاش يعمل وقادر انه معناتها يحكم على روحه مش يستنى في كلمه مني. انا كما قلت قبيله ديومون كي تبدا فما صحبه ما بيناتنا ما نهز تليفون ونقول لك كان يتعم فيه باهي خايب ولا لا وما نحكيش عليك في التلفزه. تكتب للكرونيكور تقول لهم شنو يقولوا، كانهم دبا متحركه تمشي فيهم بالخيوط، قولوا ما تقولوش، اعطي راي حتى لو كان هو الراي هذاك ما يتبناهش. فما نوع من لي كرونيكور معناتها اللي عندهم ايماج محلاها ما عندهمش افكار، هذوك اللي نعطيهم افكار. معناتها انا راه في اطار اثراء البرنامج نعطيهم افكار. اللي ما يخممش نخمم بلاصته، اللي ما عرفش يتكلم نكتب له. في فتره معينه في برامج معينه عملتهم قبل. وي صحيح معناتها. توا ما زلت تعمل فيهم؟ لا. توبه. في اطار الانفتاح على المستقبل الزاخر بالماده الاعلاميه الطيبه ما الكرونيكور اللي معايا اليوم نعتبرهم ما يستحقوش انك تبلهم ما يستحقوش اني نخمم بلاصتهم. امين. كيفاش كان كرسي الصحافه؟ كان قلم رصاص.